استاذ ولما عرفت يا را. شكرا يا حاج، الله يبارك لك يا ابني، الله يبارك لك. انا لو قعدت هنا على الشط هلف بلاوي كتير يا جماعه. متشكرين يا حاج، الله يبارك لك اخويا. تسلم تسلم. قلبي اللي حبك انا اتمنى يكون قلبي علشان يساعد. شكرا يا حاج، الله يبارك لك يا ابني. تسلم يا حاج، الف شكر. لم النفحات. مش بقول لكم انا لو قعدت هنا على الشط هلم قد كده؟ لم النفحات. سؤال للقلم يكتب كمان استاذ. كانت تلميس وقلل الألم اكتب كمان استاذ. كتب الألم يا ناس بكلام كتير عجاز. التلميس قليل الأصل وتحكم في استاذ. استاذ ولما عرف يا را. شكرا يا حاج، الله يبارك لك يا ابني، الله يبارك لك. انا لو قعدت هنا على الشط هلف بلاوي كتير يا جماعه. متشكرين يا حاج، الله يبارك لك اخويا. تسلم تسلم. التلميذ والنبي لو في قرصه بالمره الله يبارك لك. التلميذ قليل الاصل واتحكم في استاذه. الاصل واتحكم في استاذه. ولما عرف وقف معاه بشدته شالوا من ازمته. استاذ ولما عرف وقف معاه في محنته شالوا من ازمته. فين الحنان اللي يتساوى بحنانك فين يا غالي عندي يا امي واغلى من سواك. فين الحنان اللي يتساوى بحنانك فين يا غالي عندي يا امي واغلى من سواد العين. قلبي اللي حبك انا اتمنى يكون قلبين علشان يساعد. شكرا يا حاج، الله يبارك لك يا ابني. تسلم يا حاج، الف شكر. لم النفحات. مش بقول لكم انا لو قعدت هنا على الشط هلم قد كده؟ لم النفحات لم. شكرا يا حاج. فين الحنان اللي يتساوى بحنانك فين يا غالي عندي يا امي واغلى من سواد العين. قلبي اللي حبك انا اتمنى يكون قلبين علشان يساعد احساسي وتقديري لعطفك اللي ملا قلبي وانا ابن يومين. يا ماما رجعي دق البيبان. ارجعي رجع الربع اكسي العيدان. ارجعي رجع الشتاي دق البيبان. ارجعي رجع الربع اكسي العيدان. ارجعي ارجعي محتاج لكي. ارجعي الغروب تشتكي. ارجعي ارجعي الغروب تشتكي. ارجعي لو شفت حالي هتدمعي.